أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. من المدى نبدأ، مرصد دولي 60,000 سجين في 13 معتقلا مكتظا تحاصرهم كورونا. في العرب اللندنية، الميليشيات تتخوف من حملة للجيش العراقي على عائداتها من التهريب. الهيئة نت المالية النيابية تقر بسيطرة الميليشيات والأحزاب على 22 منفذا حدوديا. عنوان صحيفة الزمان، إدانة مديرين بريطانيين سابقين بعقود نفطية فاسدة في العراق. نطالع في العربي الجديد، قلق أوروبي بشأن الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سوريا. وعنونة الشرق الأوسط، الحكومة اليمنية ترفض مقترحات جريفيث بشأن مسودة الحل الشامل. وفي القدس العربي، إسرائيل وأمريكا وراء التفجيرات الغامضة في إيران وطهران لن ترد. لأن العراق المتشرذم والمشتت لابد أن يواصل خدمته لواشنطن وطهران، ولأن رئيس الوزراء هو الذي سيكون في الواجهة لأداء هذا الدور، فقد ضغطت طهران على أذرعها لإفراغ هذا المنصب من كل دور حتى بات ليس مهما بالنسبة لها من يأتي لتسنمه. المهم هو أن تكون هناك سلطة موازية قادرة على تهديد أي رئيس وزراء. مثنى عبد الله رأى في صحيفة القدس العربية أن إيران قبلت بتنصيب الكاظمي على الرغم من كونه محسوبا على واشنطن، لأنها تعلم أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال. يمكن ملاحظة أفعال الكاظمي على أرض الواقع كيف هي، فقد اعتقد أنه قادر على تنفيذ مطالب واشنطن وذهب ليداهم مقرا لكتائب حزب الله ويعتقل عددا من العناصر التي كانت فيه، وبعد بيان زخر بعبارات القوة والإصرار والإرادة التي لا تلين على محاربة الجماعات المسلحة، اقتحمت عناصر من هذه الميليشيا المنطقة الخضراء. لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى تم الإفراج عن العناصر التي ألقي القبض عليها، بل الأكثر من ذلك وقف رئيس الوزراء شخصيا كواسطة خير وصلح بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي قام بالعملية، وهي سابقة لم تحصل في أي بلد آخر. تسلط هذه الحادثة الضوء على من هو المأزوم الفعلي في المشهد العراقي الداخلي، كما تشير بوضوح إلى أن الميليشيات هي التي تملك الدولة وليس الدولة التي تعاني من ميليشيات، فهي وبعد 17 عاماً باتت أشبه بشركات كبيرة وأصبحت ظاهرة اقتصادية وسياسية. إن اختبارات القيادة لا تكون بالتصريحات الرنانة بل بالأفعال على أرض الواقع، فلا الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء استطاع إيقافها، ولا سلاح الميليشيات وضعه تحت سيطرة الدولة، ولا الفاسدون وضعهم تحت طائلة القانون، ولا قتلة المتظاهرين كشف الإثام عنهم. وأضاف الكاتب أن الجسم السياسي في العراق بني على الميليشيات منذ اللحظة الأولى لدخول القوات الأمريكية الغازية للبلد، ومن يعطي أمرا باستخدام الميليشيات للسيطرة على الأمور ثم يذهب لإصدار قوانين تشرعن وجودها على مقاساتها ويأتي غيره ليرتدي زيها لإثبات أنه منها ولها وينحني لها حين تصول على سلطانه وهيبته، سيجد نفسه عبدا لهذه الميليشيات. ليس من المبالغة القول إنه لا يوجد شعب على الأرض يملك ما يملكه شعب العراق، وقد تعرض لما تعرض له من خداع في العقائد والشعارات ونهب الثروات والمال العام، وأصبح اليوم أسير مجموعات من القتلة
مع وجود حكومة ورئيس وزراء تتحدث شعاراتهما عن سيادة القانون ومحاربة الخارجين عليه. هذا ما ذكره ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية بأن الأيام القليلة الماضية شهدت أحداثا تثير علامات استفهام جدية بشأن إجراءات الكاظمي. ما يحصل من تناقضات بين الشعارات العريضة والوعود الكبيرة وبين الغموض الذي يحيط بحقيقة انفتاح نوافذ الأمل على يد رجل من خارج دائرة الإسلام السياسي، يقولون إنه مدعوم من واشنطن التي دعمت قبله جميع رؤساء العراق، ومن بينهم من كان سببا رئيسا فيما حصل من نهب للأموال وتسليم العراق لداعش وميليشيات إيران. هناك إشارات مخيبة لآمال العراقيين تعطي رسائل غامضة عن السلوك الواقعي للكاظمي المناقض لشعاراته الثورية، وتجعل من الذين يدعون إلى إعطائه الفرصة يفكرون في فرملة تلك المواقف ويتساءلون عن إجراءاته التي تثير علامات استفهام جدية، مثل إعادته للواجهة بعض المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات فساد وأصبح سمعتهم في القاع كنماذج نبذها الناس، وتكليف بعض المتورطين بملفات أمنية ضد المواطنين بمسؤوليات لجان تحقيق ضد الميليشيات للتحقيق بجرائم قتل، من ضمنها جريمة قتل هشام الهاشمي أو قصة جلب أكثر من 800 إيراني بمركباتهم إيرانية الصنع لإحلالهم بعض العراقيين في تشغيل شركة نقل بين المطار الدولي ومدينة بغداد، ويقال إنهم من منتسبي الحرس الثوري في وقت يعاني فيه شباب العراق من البطالة. أضاف الكاتب أنه منذ انتفاضة تشرين أصبح طريق العراقيين واضحا، الميليشيات لن تنتصر لا هي ولا زعامة وسياسية، فجميعهم ومن خلفهم طهران في أسوأ حال، وتلويحهم بالسلاح لتخويف أصحاب الكلمة الصادقة لا يثنيهم عن طريق الحق، فشعب العراقي سيجد حلولا تفاجئ الجميع. في أثناء زيارته المنافذ الحدودية في محافظة ديالى لتطهيرها من الفاسدين، سمى الكاظمي الميليشيات الفاسدة بالأشباح. فهل من المعقول أن يسمي رئيس الوزراء ميليشيات معروفة وموجودة على الأرض بالأشباح؟ كيف سيتمكن إذن من توجيه التهم وتنفيذ العدالة بمن يعدهم أشباحا؟ وكيف سيمسك بهم إذا كانوا كذلك؟ هذا ما تساءلت عنه ولاء السامرائي في صحيفة العربي الجديد، التي أكدت أن عدم تسمية القاتل والفاسد المعروف الذي خرجت تظاهرات العراقيين ضدهم لا معنى له سوى أنه تهرب من المسؤولية. يتعكز الكاظمي على مفاهيم الدولة وإعادة هيبتها كما صرح بداية تكليفه، لكن ما حدث قبل أيام يسقط هذه الادعاءات التي لا تصمد أمام الوقائع، من قبيل حادثة وكر منطقة الدورة عندما اقتحمت الميليشيات الولائية المنطقة الخضراء بسبب اعتقال 14 عنصرا من كتائب حزب الله، أحدهم خبير الصواريخ الإيراني. أما الأمر الآخر فإن الكاظمي وهو رئيس الوزراء احتاج للاتصال بنور المالكي لكي يعطي الأمر بإخراج هذه الميليشيات من المنطقة الخضراء. لم يعد أي عراقي يصدق وجود دولة في العراق، على الرغم من تغني بعضهم بهذه الكلمة لذر الرماد في عيون العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بدولة حقيقية بدلا من هيمنة أحزاب وميليشيات تستبيح البلاد والعباد. تبدو الحكومة الحالية الأكثر تهرؤاً من أي من حكومات عملية الاحتلال السياسية، غير قادرة على اتخاذ أي إجراء حتى لو كان بسيطاً. لم تبعث أي رسالة إيجابية إلى الشعب العراقي الثائر منذ تشرين أول الماضي، والمطالب بالتغيير الجذري وإلغاء العملية السياسية، بل رضخ الكاظمي كما غيره لتهديد السلاح الميليشياوي منذ البداية،
وضرب السيادة التي يتشدق بها عرض الحائط. وترى الكاتب أنه في ظل هذه العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها سيستمر قتل العراقيين، ولن يتوقف تدمير العراق وتخريبه ونهبه إلا باستمرار الثورة التي بدأت في شهر تشرين الأول الماضي، فثوار ساحات التحرير لم يعد في مقدور أي سياسي أن يخدعهم بأي تزويق لفظي وأي أيديولوجية طائفية ظهرت مآربها وأكاذيبها لغالبية الشعب العراقي. بات من المؤكد أن التفجيرات التي ضربت وتضرب إيران في الأيام الماضية ليست غامضة فحسب، وإنما تنذر بمرحلة جديدة من الانهيار داخل جمهورية الولي الفقيه. هذا الانهيار هنا أمني بكل معنى الكلمة، كما هو سياسي واقتصادي. عبد الجليل السعيد رأى في موقع العين الإخبارية أن الأخبار الإيرانية الرسمية المتناقضة تخفي وراءها كثيرا من خوف الحرس الثوري ومؤسسات المرشد العاجزة عن احتواء صدى تلك التفجيرات أو تقديم رواية شبه صحيحة بشأنها للشارع داخليا وللعالم خارجيا. دأبت تل أبيب وعلى مدار سنوات مضت على قصف الميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية، وتفاخر الزعماء الإسرائيليون بذلك علنا في أكثر من مناسبة، وبرهنوا على قدرات سلاح الجو لديهم، معتبرين في الوقت ذاته أن ملاحقة العناصر الإيرانية قد تمتد يوما ما إلى داخل العمق الإيراني. وبما أن الفلسفة الإيرانية في التعاطي مع إسرائيل تقوم على مبدأ التغاضي والنسيان والجبن وحتى عدم الجرأة على بحث أي ردة فعل مواجهة ضد إسرائيل، فإن السيناريو ذاته يتكرر مع التفجيرات الأخيرة، لأن خامنئي يتقن فقط الزج ببعض العرب من أمثال حزب الله في لبنان والحوثي الانقلابي في اليمن والحشد الشعبي في العراق في أتون حروبه العبثية المستندة لشعارات المقاومة والممانعة الكاذبة، والتي ثبت للجميع بطلانها لأنها تهدف إلى تدمير الأوطان وإفقار الشعوب العربية فحسب. ويعول الساسة الإيرانيون هذه الأيام على مجيء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة بجو بايدن الديمقراطي رئيسا جديدا، ظنا منهم أنه سيسلك طريق سلفه باراك أوباما من خلال المرونة في التعامل مع إيران، لكن هذه الأحلام الإيرانية مجرد أوهام لا يمكن ترجمتها واقعيا. وأكد الكاتب أن سلسلة التفجيرات والحرائق التي شهدتها إيران كشفت عن هاجس الضعف والوهن داخل أروقة هذا النظام، والذي بات مألوفا بعد الثورة الشعبية العارمة من جراء الجوع والفقر ودعم الميليشيات في العراق ولبنان واليمن. تساءل صحيفة الغارديان البريطانية عن المعوقات التي يواجهها الروس في منطقة جنوبي سوريا التي تعيش حالة من الاضطرابات والتظاهرات. فقد ذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لمراسلتها ليثان ماكرنان أن نموذج حرب الشيشان الثانية الذي طبقته في الجنوب السوري يواجه أكبر تحدياته، مؤكدة أن روسيا تحاول بناء توازن بين مصالح دمشق وطهران وإسرائيل في وقت لم يعد فيه الوضع الراهن ثابتا. الصحيفة أشارت إلى أن هذا هو الوضع الغريب للجنوب السوري، والذي كان قبل عقد تقريبا مهد ثورة الربيع العربي. وفي الفصل الأخير من الحرب تقوم روسيا العراب الأساسي للقوة فيها بمهمة التوازن بين المصالح المتناقضة للنظام السوري وإيران وإسرائيل. ولفتت إلى أن المنطقة شهدت في الأسابيع الستة الماضية سلسلة من التظاهرات في درعا وبلدة السويداء الدرزية، حيث خرج المتظاهرون للاحتجاج على الظروف الاقتصادية السيئة. وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تجرأوا وهتفوا ضد بشار الأسد
ورغم اعتقال الأمن عدد من المتظاهرين، إلا أن النظام لم يستخدم اليد الحديدية. ورأت الصحيفة أن الهدف لم يتغير منذ عام 2011، وسقوط النظام هو الخطوة الأولى نحو مستقبل مشرف، وعلى خلاف بقية المناطق التي كانت بيد المعارضة واستعادها النظام، فلم يتم نقل المقاتلين منها بالحافلات إلى محافظة إدلب القريبة من الحدود مع تركيا، ودفعت روسيا دمشق باتجاه صفقة مصالحة وأشرفت على تجنيد المقاتلين في درعا وضمتهم إلى قوات أمن جديدة عرفت باسم الفيلق الخامس، وقالت إن الهدف منه كان مساعدة الجيش السوري المجهد للقتال ضد تنظيم الدولة. ونقلت الجارديان عن إليزابيث تسركوف الزميلة في معهد السياسات الأجنبية قولها إن روسيا اعترفت أن هناك حاجة لحلفاء بين الجماعة السنية الرئيسة في المنطقة، وهي تحاول الحصول على حسن نية السكان بمساعدتهم في البحث عن أبنائهم الذين اختفوا في سجون نظام الأسد. بعد 15 عاما ونصف عام، وستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 7 من شهر آب المقبل، ستصدر حكمها في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه التي وقعت في 14 من شهر شباط عام 2005. خير الله رأى في موقع ميدل إيست أونلاين أنه في غياب مفاجأة من النوع الثقيل يستبعد أن تكشف حيثية الحكم عن أي أسرار جديدة، لأن كل الظروف التي أحاطت بالجريمة باتت معروفة. ما بات معروفا بالتفاصيل المملة أن خلية تابعة لحزب الله تولت مراقبة رفيق الحريري وصولا إلى تنفيذ الجريمة في ذلك اليوم الذي شكل منعطفا تاريخيا على الصعيدين اللبناني والإقليمي. بات معروفا أيضا أن النظام السوري لم يكن بعيدا عن الإعداد للجريمة. هذا ما سيكشفه الحكم الذي يستند بينما يستند إليه إلى شبكة الاتصالات التي كشفت العلاقة بين المجموعات التابعة لحزب الله التي تولت ملاحقة رفيق الحريري طوال أشهر. كانت هذه المجموعات الحزبية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية السورية. كلما مر يوم تزداد الصورة وضوحا، كلما مر يوم يتكشف أكثر لماذا كان مطلوباً التخلص من رفيق الحريري، ولماذا كانت تلك الحاجة إلى مزيد من الجرائم بغية تغطية جريمة لا يمكن تغطيتها بأي شكل. بعد رفيق الحريري كانت الحاجة إلى التخلص من كل صوت حر يمكن أن يشكل عائقاً في طريق وصول لبنان إلى ما وصل إليه. اغتيل سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار أميل الجميل ومحمد شطح، واغتيل أيضا الرائد وسام عيد الذي استطاع تفكيك لغز الاتصالات. كانت الحاجة إلى أحداث كبيرة أخرى لتغطية الجريمة ومتابعة القضاء على لبنان. أضاف الكاتب أن المحكمة لن تقول من ربح ومن خسر من اغتيال رفيق الحريري عندما ستصدر حكمها. الأكيد أن لبنان خسر، فقد صار وجود هذا البلد على المحك وفي مهب الريح، لكن منفذ الجريمة الذي يرفض تسليم القتلة إلى العدالة لم يعرف ولن يعرف أن ما تسبب فيه لا يقتصر على القضاء في لبنان فحسب، بل على سوريا أيضا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
حصل شاب أمريكي يدعى ريهان ستون البالغ من العمر 24 عاما حصل على قبول في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بعد أن كان يعمل في جمع القمامة. الأمر الذي جعل من قصته محط اهتمام منصات التواصل وكبريات وسائل الإعلام، فقد كتب ستون على صفحته في تويتر: بعد المدرسة الثانوية رفضت كل الكليات التي تقدمت بالالتحاق بها، فاخترت العمل في مجال الصرف الصحي. بعد سنوات حصلت على قبول من جامعة هارفارد. وعلى وفق موقع الجزيرة نت، كان ساتون يستيقظ يوميا في الرابعة صباحا للعمل في وظيفة جامع القمامة لدعم أسرته. وعانى ساتون ظروفا صعبة بعد أن تركت أمه أسرته، وكافح والده من أجل دعمه وشقيقه. وكان ساتون يأمل في أن يصبح ملاكما محترفا، ولكن قطعت آماله بعد أن تعرض لإصابة. ويخطط ساتون لتقديم الإرشاد والدروس الجامعية للشباب الآخرين. نبقى الآن مشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين. في أمان الله.